السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو، هذا نتمنى تدعموني بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. واليوم ان شاء الله فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نمشي نديكم معايا. اليوم غادي نمشيو نشوفوا الاثمنه ديال الزيتون، الاثمنه ديال الزيتون بالنسبه للناس اللي باغيين يطحنوا الزيتون. اليوم ان شاء الله غادي نجيب لكم الاثمنه، شحال كيدير الزيتون وشحال كيعطي في القنطار باذن الله، حيت اختي وراجلها غادي يمشيو اليوم يشوفوا الزيتون، وقلت علاش لا ما نمشيش معاهم ونصور لكم شي فيديو معاهم. وبقاو معايا مع هذا الفيديو، هذا فرجه ممتعه. دابا دابا المشاهدين ديالي، ها انتم كتشوفوا حنا وصلنا عند مول الزيتون اللي شراو منه الزيتون. خير موجود الحمد لله. شوف الزيتون موجود الحمد لله، تبارك الله. شوفوا الزيتون انتم، كما كتشوفوا في الصنادق لا راه ما شدش الوجوه، لا لا ما شدش الوجوه، ما تخافش. كان بوليسي مسكين. أقول له ترى خير مو خدام، كيفاش هادشي؟ ماشي مشكلة واش تصدري معايا؟ عليها ولا سيدي؟ خويا دابا عاد نسولك. السلام عليكم بعدا. كي داير اخويا؟ لاباس عليك؟ اخويا غتعطيني الاثمنه ديال الزيتون وشحال كيعطي في القنطار؟ الثمن اختي كيبدا من 6 دراهم حتى 7 دراهم. 6 دراهم حتى 7 دراهم. 7 دراهم على حساب الزيتون. على حساب الزيتون. على حساب الزيتون. اها. كاين الزيتون اللي رقيق اللي 6 دراهم. اها. بحال هذا الزيتون هذا اللي تامر وزين. اها. كيدير 7 دراهم. 7 دراهم. 7 دراهم الكيلو. كيعطيك من 19 لتر حتى 24 لتر. 19 حتى 24 في الرونمون ديالو. اه. وكاين الزيتون الكحل والزيتون هذوك اللي لهيه. اللي لهيه كيعزلوا العيالات. الزيتون تما الكحل، وكاين الزيتون الاحمر، وكاين الزيتون الخضر. اها. خصني نمشي نصور. خصني نصور. حتى تدخلي عاود المونطا، لا كتمونطي شويه. اه ضروري غنمونطي، ضروري. ما غنصور لكم هذا الزيتون، هذا اللي في بالنسبه للزيتون ديال الطرقات، ها هو في الكواده. دابا تقول لي هاد الكحل، هاد الزيتون الكحل. اها. 9 دراهم. 9 دراهم. 9 دراهم. هذا شنو كيديروا به؟ هذا كياكلوه الزيتون الكحل البلدي. هذا كيصايبوه، هذا كي الزيتون البلدي. وهذا؟ هذا مازال خصو الخدمة نحيدوا منه هاد الرقيقة وداك الشيء، هما العيالات فين كيخدموا. اها. هذا هو اللي كيدار مع الدجاج. كيكون مشقوق. اه هذاك المشقوق. اي مشقوق محمط. وهذا شحال الثمن ديالو؟ هذا 8 دراهم. هذا 8 دراهم. هذا 8 دراهم. وكاين هذا الازرق، هذا مسلاله ديال الدقان حجره، حتى هو بلدي. كاين حتى هو 8 دراهم. 8 دراهم. 8 دراهم. كاين واحد الكاليبر غليظ عليه كيمشي ب 9. وهذا؟ حتى هذا زيتون اللي تكحل بحال هذاك. حتى بحال هذاك الاولاني. بحال هذاك الاولاني. والثمن ديالو قلنا الثمن ديالو 9 دراهم. هذا 9 دراهم. هذا بحال هذاك. هادو بحال. هادو بحال بحال. وهذا اللي في الباده؟ هاد الخضر هذا كيكحل بالشمس. اه دوك كنديروه في الماء باش ما كيكحلش. آه. كيف
القديمه الطري في اللون ديالو. وبالنسبه اللي غير اللي بغى ياخذو هكا في الكيلو كاين ها هو نجمعوا السبوطه باش كيبقى طري وكيبقى ديما عنده جوده ما كيكحلش. من الزيتون الخضر كيكحل بالشمس وديك بحال هكا بحال دابا هذيك تقاست تقاست الشمس كتولي بحال هكا كتولي وهذه اصلا مريضه مضروبه هذا بنت هذاك كتعسلو مضروب كان له حوت كنديرو غير اللي طري اللي كنديرو هنا شكرا اخويا على هذه المعلومات هذه. محمد قالك دابا 82 و50 80 و50 230 المشاهدين ديالي حنا خدينا ثلاثه القناطر. حنا دابا غادي للمعصره ها نتوما معصره الزيتون الزهواني جات في الطريق صفرو Thank you.
المشاهدين ديالي ها الزيت ها هي وجدات وتبارك الله راه قنطار عطانا 22 لتر. واخوتي بالنسبه للعشاق زيت الزيتون اللي مبلي بزيت الزيتون خص ضروري تكون عنده في الدار وكيشريها بواحد الثمن مثلا 50 درهم ولا 45 درهم ولا 40 درهم من الاحسن يشري الزيتون ويطحنوا على يدو راه كيتقام باقتصادي. والزيت زوينه يعني كتشوفوا الزيت يعني الزيت كتطحن على قدام عينيكم يعني كتقتنعوا وكتكون يعني شي حاجه على يديكم. ها نتوما الزيت تبارك الله فنه والله العظيم الا فنه. وكنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. يلا باي باي عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.